السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين نناقش فيها الاوضاع في البلاد بعد التاكد من وجود حالات كورونا. وفقا للمصادر الطبيه الرسميه فان حالات الاصابه المؤكده بكورونا حتى الان 7 حالات، 3 في عدن وحالتين في تعز وحالتين جديدتين في حضرموت. هذا ما يقال رسميا، لكن مصادر طبية ومحلية في مدينة عدن وحدها تقول إن أكثر من 20 حالة توفيت خلال 24 ساعة فقط بوباء لم تحدد السلطات الصحية نوعه حتى الآن، بينما لا تزال عشرات الحالات تعاني دون ما أي اهتمام حقيقي من الجهات المعنية. المؤسف في الأمر أن بعض حالات الوفاة ماتت بعد رفض مستشفيات استقبالها، بينما غادرت حالات أخرى بعض المستشفيات نتيجة غياب أجهزة الفحص، وتدور الشكوك حول وجود حالات أكيدة في صنعاء، لكن ميليشيا الحوثي لا تزال تتعامل بنوع من التعتيم. تعز من جهتها تعيش حالة قلق بعد تأكد إصابة حالتين، وفي ظل هذا الوضع الذي يبدو منفلتا وفي ظل التدهور الحاصل في القطاع الصحي نتساءل عما يجب أن يتم رسميا أو شعبيا على مستوى المكافحة والوقاية والتوعية، وذلك ما سنناقشه مع ضيوف الحلقة. إذن مشاهدينا، قبل البدء مع ضيوفنا نذهب سويا لمشاهدة هذه التصريحات وهذا الاستطلاع الذي تحدث من خلاله الناس عن كورونا. فنحن كمواطنين يجب الحد من الفيروس على انه نحن نلزم البيت ونعمل على التباعد الاجتماعي والنظافه الشخصيه داخل المنزل بالنسبه للاطفال، بالنسبه للكبار، بالنسبه للكل. هذا اكثر حاجه، اللي هو اهم حاجه هي النظافه الشخصيه والحجر المنزلي، اهم شيء، وعدم الاختلاط بالمسافرين او مثلهم. نعم، من ضمن الاجراءات الاحترازيه اولا خليك في البيت، هذا وقايه لك وللمجتمع، تخليك في البيت يعني تسلم وتسلم الناس من هذا المرض وهذا الفيروس الذي منتشر، هذا اول احتراز. وثانيا الوقايه اللي معروفه، غسل اليدين وتجنب المصافحه وتجنب لمس العينين والانف. بما انه بدات تظهر حالات وباء الكورونا في محافظات عديده، فيفترض على السلطات المحلية في تلك المحافظات وعلى الجهات الرسمية أن تكون شفافة مع المواطنين وتبادر إلى إعلان هذه الحالات وتحدد عددها بالضبط وكم عدد حالات الاشتباه وعقد مؤتمرات صحفية حتى لا يتفشى الوباء وحتى لا يظل التستر هو جريمة أكثر من إعلان الوباء، خاصة وأن التستر سيجعل الوباء ينتشر دون السيطرة عليه. وبالتالي لابد أيضا أن تتصدى هذه الجهات لأي إشاعات أو شائعات تصدر هنا أو هناك بعقد مؤتمرات صحفية شفافة للرأي العام، توضح لهم فعلا كل التساؤلات التي تطرأ على مواقع التواصل الاجتماعي أو تبث على وسائل الإعلام، حتى نكون أكثر شفافية وأكثر وضوحا في مناقشة أي قضية. ووباء كورونا هو وباء عالمي، العالم جميعا يتعامل معه بكل شفافية، ولا يستدعي نحن في اليمن في أي محافظة كانت أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل سري، فهو أصلا فيروس مثل غيره، لكن انتشاره سريع، وبالتالي يجب أن يكون رد فعلنا سريع ورد فعلنا على درء كل الشائعات أسرع من الشائعات. إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع حول كورونا ووصولها إلى اليمن. إذن نبدأ نقاشنا الآن مع ضيوفنا، وينضم إلينا من تعز عبر الأقمار الصناعية نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي في المحافظة سيد تيسير السامعي. سيد تيسير، أسعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا، حياك الله أخي شادي، وأسعد الله مساكم وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. سيد تيسير، يعني نتساءل اليوم أمام كل حالة التخبط الحاصلة فيما يتعلق بجائحة كورونا ووصولها إلى اليمن، يعني إما أن نلاقي عبر مواقع التواصل حالات بالمئات ناس يصرحون بها، أو بالمقابل تكتم، أو لا نعرف، إما تكتم أو إهمال لا ندري، يعني لم نجد معلومة صحيحة من جهات رسمية على مستوى البلاد ككل. دعنا نتحدث هنا على وجه التحديد كونك في محافظة تعز وكونك مختص على مستوى المحافظة، ما هو الوضع؟ أولا بداية في نتحدث، إذا بدينا الحديث عن محافظة تعز، نحن في محافظة تعز يعني
عملنا منذ أكثر من قرابة شهرين على مواجهة الفيروس وعدم وصوله إلى محافظتنا. الحمد لله رب العالمين، يعني ربما حققنا نجاحا نوعيا، لكن فوجئنا قبل 3 أيام ظهور حالة مصابة يعني قادمة من محافظة عدن. هذه الحالة بعد أن تم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين الذين تواصلوا مع غرفة الطوارئ الخاصة في مكتب الصحة والسكان، قامت فرق الاستجابة السريعة بالتحرك السريع إلى مكان تواجد هذه الحالة، وقاموا بنقلها إلى المعزل الخاص في مستشفى الجمهوري، ومن هناك تم أخذ عينة فحص وتم فحصه في المختبر المركزي، وللأسف النتائج كانت إيجابية وتبين أنها مصابة بفيروس كورونا. بعدها قامت أيضا فرق الاستجابة السريعة بالنزول السريع أيضا إلى الحارة والمكان الذي كان متواجد فيه هذه الحالة، وقامت يعني مقابلة جميع المخالطين الذين خالطوا الحالة، وأخذ التأريخ المرضي لهم أو المعلومات الكاملة عنهم، وأيضا تم حجرهم حجر منزلي وأخذ عينات لفحصهم إن كانوا قد أصيبوا بالفيروس. الحمد لله كان عددهم ما يقارب 11 شخص. الحمد لله حتى الآن تم الفحص لقرابة 10 أشخاص منهم. هؤلاء العشرة النتائج الأولى، 9 منهم طلعت النتائج سلبية، وشخص واحد وهو من الأشخاص الذين كانوا مخالطين لهم مخالطة مباشرة، للأسف الفحص كان إيجابي. الآن لدينا حالتان، حالة موجودة في المستشفى الجمهوري وهي في حالة حرجة وتتلقى العلاج على أيدي أطباء مدربين تم تدريبهم على التعامل مع هذه الحالة، وحالة أخرى لكنها حالة مستقرة وهي الآن لم يظهر عليها الأعراض، كبار في السن ما زالوا شباب، هي الآن في الحجر المنزلي. الحالات المؤكدة إلى الآن كبار في السن ما زالوا شباب؟ حالتان فقط. هو الشخص القادم من محافظة عدن الذي جاء وكانت قد ظهرت عليه الأعراض في محافظة عدن، والشخص الآخر هو أحد المخالطين له المخالطة مباشرة، أيضا النتائج أثبتت أنه مصاب بالفيروس. الآن لدينا حالتان فقط لحد الآن. جميل. لكن سيد تيسير، يعني كما أشرت في بداية الحديث بأنكم حققتم نجاح منذ البداية وأن الوضع تحت السيطرة، يعني بماذا يقاس النجاح وبماذا تقاس السيطرة على الوضع؟ والله هو يقاس انه عدم ظهور حالات في الفتره الماضيه، يعني مرت قرابه اكثر من شهر ومنذ انتشار الوباء الى دول الجوار ولم يسجل اي حاله طبعا، وفي تعز وفي اليمن بشكل عام، وهذا كان نتيجه القرارات الاحترازيه والقرارات التي اتخذتها الحكومه من خلال اغلاق المنافذ وايضا منع التجمعات ووقف الصلوات، وهذا كان نجاح كبير جدا. لكن الان ظهور الحالات بعد يعني مرور هذه الفتره انا قد يجده المواطن في اي مركز صحي يذهب اليه إذا ما عانى من أي أعراض أو يشكو من مشاكل في الجهاز التنفسي، سواء في الريف أو في أي مركز أو مستشفى في المدينة، عندما يذهب إليها يعتبر أن الوضع تحت السيطرة وأنه في حال اشتبه به تتم إجراء التحاليل في أي مركز وتحديد ما إذا كان مصاب، أم أن الوضع يعني يبقى الناس يذهبون ويعودون إلى المراكز الصحية ولا يتم الكشف مبكرا ويكتشفون فيما بعد بأن الرجل هذا قد تخالط مع العشرات والمئات ونأتي على مصيبة كبيرة؟ يعني ما هو الوضع في تعز؟ طبعا نحن كما أنا أوصف لك الوضع، نحن مثلا أعتقد في تعز وفي كل محافظة لدينا ما يعرف في فرق الاستجابة السريعة، وهذه متواجدة في كل مديريات المحافظة.
طبعا هذه الفروق الاستجابة السريعة لديها يعني أيضا فروق أيضا أخرى متواجدة في كل مراكز ومناطق المحافظة. واجب هذه الفروق السريعة هي تتلقى البلاغات والتحرك السريع. في حالة ما إذا وصلت أي حالة إلى أي مركز صحي، سواء كان مركز صحي حكومي أو مركز صحي خاص، وظهرت عليها علامات أو أعراض إصابة بفيروس كورونا، يقوم العاملين الصحيين في هذا المركز بالإبلاغ إما التواصل مع الغرفة العمليات المركزية في المحافظة أو التواصل مع فرق الاستجابة السريعة في المديرية التي بدورها تتحرك بشكل عاقل وتقوم بفحص الحالة. إذا انطبق عليها التعريف القياسي الذي حددته منظمة الصحة العالمية، هو التعريف القياسي للإصابة بفيروس كورونا، على الفور يتم نقل الحالة إلى المعزل أو الحجر الصحي إذا لم يظهر عليها الأعراض، وأخذ عينة لفحصها والتأكد إن كانت مصابة أو غير مصابة. طبعا هناك في الفترة الماضية كان هناك كثير من البلاغات وكثير من الحالات التي تم الإبلاغ عنها، وكانت تقوم الفرق الاستجابة السريعة بفحص الحالات، لكن كان معظمها لا ينطبق عليها التعريف القياسي المحدد من منظمة الصحة العالمية. وكذلك بعض الأشخاص الذي كانت تعمل لهم فحوصات بالمختبر المركزي أيضا لم كانت النتائج تطلع دائما نتائج سلبية. الحالة الوحيدة هي الذي تم اكتشافها قبل 3 أيام أو 4 أيام، هذه الحالة وهي الحالة لمواطن من أبناء محافظة تعز لكنه يعمل في مدينة عدن، وعندما ظهرت عليه الأعراض هناك وسافر ووصل إلى المدينة وكان قد وصل إلى مرحلة متقدمة في المرض، وكان هناك تفاعل كبير من خلال المواطنين الذين قاموا بالإبلاغ السريع. بمجرد أن علموا بالشخص أنه قادم من منطقة موبوءة وعليه الأعراض، قاموا بالتواصل الفوري مع مكتب الصحة، مع غرفة العمليات مكتب الصحة والسكان، وبالتالي فرق الاستجابة السريعة تحركت بشكل سريع جدا وقامت بالواجب، واستطعنا أننا نسيطر على الوضع. يعني هل بالفعل وصلت الفرق أو سيطرت على الوضع وقامت بفحص كل أو جميع الناس الذين اختلط بهم هذا المريض المخالط؟ نعم، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى أخي شادي، من لطف الله إنه هذا الشخص الذي جاء ودخل وتمكن من الوصول إلى المدينة لم يخالط أعداد كبيرة من الناس، هو وصل إلى بيته ولم يخالط إلا أعداد محدودة لا يتجاوزون 11 شخص، والحمد لله أنه هذا من لطف الله سبحانه وتعالى أنه عدد المخالطين كانوا أعداد قليلة. جميع المخالطين تم حجرهم حجر منزلي وأخذ عينات لفحصها في المختبر المركزي، والحمد لله جميع الفحوصات كانت سالبة ما عدا حالة واحدة. واليوم كان 3 حالات أيضا تم فحصها من المخالطين وكانت النتائج سلبية، والحمد لله نحن الآن نقول أننا لا حد الآن ما زلنا مسيطرين على الوضع، وإن شاء الله تعالى نطمئن من الأخوة المواطنين بأنه الأمور إن شاء الله مبشرة بالخير، لكن الواجب علينا أننا نستشعر المسؤولية ونستشعر الخطر ونقف صفا واحدا ونلتزم التزام صارم بكل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المحلية أو السلطات الصحية، كذلك إجراءات الوقاية والسلامة الشخصية الذي لابد على كل المواطن أن يقوم بها، يعني حتى نستطيع أننا نتغلب على هذه الجائحة. المطلوب منا أنا أدعو الأخوة المواطنين إلى أن يكون هناك تفاعل كبير جدا مع أي حالات ربما قد تظهر على أعراض أو تأتي قادمة من مناطق موبوءة أن يتم الإبلاغ عنها حتى نتمكن من السيطرة عليها قبل الاستفحال أو انتشار الوباء. الوضع طبعا الوضع خطير، احنا لا نقول انه الوضع غير انه الامور ليست خطيره، لكن الحمد لله نقول الان لحد الان انه الحاله الاولى الذي فوجئنا في وجودها بمحافظه تعز تمكنا من حد الان من السيطره عليها، لكن نحن نخاف من ظهور حاله اخرى، لكن الحمد لله هناك تعاون مع الأخوة المواطنين وفرق التوعية والتثقيف الآن منتشرة في كل أحياء المدينة تقوم بتوعية الناس وتقوم أيضا ب يعني تعليم الناس طرق الحجر المنزلي وأيضا طرق الوقاية من الفيروس، وطرق الوقاية هي بسيطة وسهلة تعتمد على عدم التجمعات، لكن سيصير دعنا نتوقف قليلا عند وقتل اليدين عند الحالة التي
يعني الحالة الأولى المكتشفة في تعزو القادمة من عدن، يعني كما تحدثت بأنه خالط ما يقارب 11 نفر أو من أفراد أسرته، لكن الرجل عندما أتى من عدن يعني ربما مر في عبر وسائل نقل عامة سواء عبر البيجو المعروف في اليمن أو عبر باصات النقل، هل هناك تنسيق مع جهات أخرى في محافظات أخرى لمتابعة الوضع ومتابعة من كانوا مرافقين لهذه الحالة حتى وصلت إلى تعز؟ لأن الوضع يعني ليس تعز فحسب، الرجل تنقل في أكثر من منطقة حتى وصل إليها. نعم أخي، هذا الموضوع وضع في الحسبان يعني منذ البداية، لكن الحمد لله حسب المعلومات التي لدينا أن الشخص لم يسافر في النقل الجماعي ولكن عاد إلى عدن بشيرته الشخصية. جميل. ولم يكن لديه إلا شخص واحد تقريبا هو السائق، والسائق هو أحد المخالطين الذين تم فحصهم والتواصل معهم وحجرهم أيضا، فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى أنه الشخص لم يأتي بوسائل عامة. لكن سيد تيسير، إذا ما سألنا على وضع القطاع الصحي في تعز عن موضوع أجهزة التنفس وهي يعني أكبر معضلة تعاني منها الكثير من الدول المتقدمة حتى الآن، يعني مسألة توفر أجهزة التنفس الاصطناعي بشكل يعني يكفي لمواجهة الجائحة إذا ما انتشرت، وفي تعز لا سمح الله على وجه التحديد، يعني هل هناك أجهزة تنفس صناعي بالإمكان من خلالها مواجهة الوضع إذا ما تفشى الوباء لا سمح الله؟ نعم أخي هشادي، أنت الآن تكلمت عن مثل ما يعني تكلمت عن الوجع، يعني ذكرت إحنا اليوم فعلا نعاني من نقص كبير جدا ليس في أجهزة التنفس الصناعي يا أخي، ولكن هناك مشكلة كبيرة وهي يعني وسائل الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين، وهذا أهم من ربما أهم من الأجهزة التنفس، لأنه العاملين الصحيين الذين سيعالجون المرضى والذين سيذهب وفرق أفرق التدخل السريع أو الفرق الاستجابة السريعة الذين يذهبون لكي يفحصون الحالات، الذي هؤلاء بحاجة إلى وسائل أو للوقاية الشخصية، يعني كمامات، ملابس خاصة، جرابسات، هذه ربما طبعا كمامات خاصة ليست الكمامات العادية، لأنه لابد أن يكون هناك كمامات خاصة للعامل الصحي، هذه ربما الآن هناك عجز كبير جدا يعني يعني العجز حاصل قبل أن تبدأ الأزمة سيد تيسير، إذا نحن بهذا الحال أمام وضع في غاية الصعوبة والتعقيد. نعم نحن الآن فعلا الوضع كان وضع يعني نحن عند ظهور الحالة الأولى كان بالنسبة لنا يعني حالة مفاجئة ويعتبر كارثة، لكن الحمد لله رب العالمين حتى الآن ربما الله سبحانه وتعالى ما دل يعني الله لطف يعني، لكن أنا أقول بأنه الوضع لأنه هناك عجز كثير، أنا أدعو كل المنظمات وإلى الخيرين من أبناء تعز إلى ضرورة سرعة دعم القطاع الصحي، لأنه كما تعلم يا أخي شادي ويعلم الناس أنه الوضع الصحي في اليمن لم يكن مثاليا وكان يعاني من مشاكل كبيرة قبل الحرب، وجاءت الحرب وأدت إلى انهيار كامل للمنظومة الصحية وخاصة هنا في مدينة تعز. صحيح قبل يعني خلال عامين 2018 و2019 عمل مكتب الصحة والسكان بكل الجهود من أجل يعني عودة القطاع الصحي، لكن الوضع كان كبير جدا ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة. نعم. وجاءت الآن يعني كورونا ربما يعني ستجعلنا أمام معضلة كبيرة جدا. أنت تتحدث عن أجهزة التنفس الصناعي وأنا أتحدث لك عن كمامات وأشياء يعني ربما هذه الوسائل الحماية الشخصية. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد تيسير، سأعود وأكمل معك بقية النقاش. زملائي في الميدان الذين هم الآن يشكون. نعم. إذن وضحت الفكرة، تكرم بالبقاء معي. مشاهدينا أرحب الآن بضيفي من صنعاء الصحفي منصور الجرادي. سيد منصور مساء الخير. مساء النور وأهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. أهلا بك سيد منصور، نتحدث عن صنعاء، ما هي الصورة في هذه المدينة فيما يتعلق بكورونا؟ يعني دعنا نتحدث ببعض التفاصيل، هناك حديث طويل عن صنعاء خلال الفترة الماضية، ناس يقولون بأنه أغلق باب السلام بسبب اكتشاف حالة كورونا، وناس آخرون يقولون بأن هناك أيضا أغلق شارع في منطقة الرباط وتم الصلاة على شخص مصاب ومن ثم حجروا البقية، هذا ما يدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما حقيقة الصورة في صنعاء؟
نعم، اولا اهلا وسهلا بكم. في حقيقه الامر وباء كورونا هو خطر على كل يمني وليس على مدينه اخرى، ويجب علينا ان نكون حريصين اشد الحرص على مواجهه هذا الوباء. نحن كنا اليوم مجموعه من الاعلاميين اليمنيين اللي اتفقنا ان يكون لنا صوت ان نواجه هذا الوباء، صوت اعلامي واضح بعيد عن الاشاعه وبعيد عن التهويل، وايضا يكون لنا دور في التوعيه. نامل ان يكون ايضا دور فاعل ان شاء الله تعالى. فيما يتعلق صنعاء، لا 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 اخفيك الامر، يعني انه اكيد هناك تخوف شديد من قبل المواطنين، لكن في واقع الامر ايضا الاجراءات قد تبدو افضل حالا من غيرها. يعني في الزام للمحلات التجاريه باتخاذ الاجراءات الوقائيه الصحيه مثل توفير المعقمات والارشادات الكامله في هذه المحال، وخاصه المحلات الكبيره. احيانا يتم اغلاق بعض المحلات او بعض الاسواق وبعض الجهات نوع من الاحتراز، يعني ما ذكر في باب ما ذكر في سوق باب السلام، يعني او باب اليمن، في باب اليمن هناك كان حالة اشتباه المواطن عائد يعني من الخارج، لكن اتضح ان حالته هي حالة يعني عادية، يعني ليست كورونا. انما في واقع الامر اليمن عموما وصنعاء ايضا تحديدا وبعض المناطق الساحلية تعاني من أوبئة كثيرة طوال السنوات الماضية من الحرب، يعني أوبئة خطيرة وقاتلة وكان الجميع لا يتحدث عنها. اصبح طبيعي للسان اليمني ان يواجه مثل هذه الأوبئة. لا توجد هناك حالة خوف حقيقية لدى المواطن من مواجهة هذا الوباء، لأنه لكن سيد منصور يعني هنا من حق الناس أن يعرفوا المعلومة الصحيحة، وبالذات فيما يتعلق بهذا الوباء، حتى يحترزون بشكل أكبر ويأخذون احتياطاتهم. يعني هناك في عدن أعلن عن تسجيل حالات والصورة واضحة، هناك في تعز أيضا أعلنت بعض الحالات، هناك في حضرموت، وأيضا لسنا على قناعة بأن ما أعلن هي نتائج صحيحة، قد يكون هناك ما هو أكثر. صنعاء لا يوجد أي تصريح رسمي، هل نفهم بأنه فعلا المدينة خالية تماما وهذا ما نتمناه؟ خلينا نكون واقعيين، يعني إذا كانت يعني منظمة الصحة العالمية نفسها لم تعلن حالة واحدة في صنعاء فذلك معناه أنه لا يوجد حالة. أنا يعني نتكلم عن منظمات الدولية، في يعني هذه المنظمة نفسها هي التي أعلنت أنه نصف سكان اليمن إذا ما جاءت الجائحة سيصابون بهذا الوباء إذا لم يكن هناك تدارك سريع. في واقع الأمر نحن نأمل أن لا يكون موجود حالة وباء في صنعاء، إنما لا أخفيك أنه هناك، لكن عندما تصرح منظمة الصحة العالمية هي تستند على أجهزة صحية و يعني هناك مستشفيات ومراكز صحية لديها إمكانيات واستعدادات عالية حتى تتم رصد الحالات، وبالتالي منظمة الصحة العالمية تأتي في النهاية لتصرح وتحدد ما إذا كانت هناك إصابات. الوضع الصحي هل هو يعني يمتلك الإمكانيات التي من خلالها بالإمكان الكشف عن حالات إذا ما تواجدت؟ لا لا أخفيك أنه الوضع الصحي في صنعاء مثل المدن الأخرى وضع كارثي بكل ما تعني الكلمة. نحن بحاجة ماسة إلى وجود مراكز ومستشفيات خاصة لمواجهة الأوبئة الموجودة في اليمن، ليس وباء كورونا فقط بل أوبئة شديدة القتل أيضا غيرها مثل الكوليرا وحمى الضنك وحمى إنفلونزا الطيور وغيرها من الأوبئة التي ظهرت وقتلت الناس. يعني نحن بحاجة ماسة إلى تأهيل مستشفياتنا نتيجة الانهيار الحاصل للوضع الصحي والقطاع الصحي لسنوات الحرب. لك أن تتخيل أنه إحدى المستشفيات أعلنت قبل أيام أو ناشدت وزير الصحة بأن ينقل جثتين نتيجة حادث مروري أسعف إلى هذه المستشفى لأنه لا يوجد لديها ثلاجة لاستيعابهم، فما بالك بوجود يعني أجهزة تنفس صناعي ومراكز متخصصة لمواجهة هذا الوباء. نعم الوضع كارثي، لكن يجب علينا كمجتمع أن نواجهه بشجاعة. لا يستطيع أحد أن يخوض هذه الحرب بدلا عنا. نحن كيمنيين علينا أن نتكاتف وأن ندع خلافتنا جانبا حتى نواجه الوباء العظيم هذا. هذا ما نريده ونتمناه. إذن ابقى معي سيد منصور، أذهب لضيفي من تعز
سيد تيسير السامعي. سيد تيسير، يعني هناك كانت تصريحات عن أنه بيت هائل سعيد أنعم يعني صرحت بأنها تبنت يعني شراء أجهزة أو أجهزة مختصة بالتنفس الصناعي، رقم كبير يعني ذكروه، ولكن ما الذي تم حتى الآن؟ والله حسب المعلومات والتصريحات انه مجموعه هايل سعيد انعم، وهي مجموعه معروف عنها انها يعني مبادرين في تقديم الخير والمساعده يعني، وهي اسره مشهوره ومعروفه لدى كل اليمنيين، انهم بادروا بتجهيز يعني تجهيز مستشفى الثوره، لهيئه مستشفى الثوره العام يعني، حسب تصريح المحافظ بانهم تكفلوا بكل الاجهزه والمعدات وما يلزم في تجهيز مستشفى الثورة العام. طبعا هيئة مستشفى الثورة العام تعتبر هيئة هامة ومستشفى هام، وفي حالة ما إذا قدم لها الدعم سيكون لها دور كبير جدا في تخفيف العبء على المحافظة، ليس في مواجهة فيروس كورونا ولكن في مختلف الأوبية. طبعا نحن لدينا أوبية أخرى منتشرة في تعز، والآن ربما بدأ موسمها، هناك حمى الضناك أيضا، حميات فيروسية أخرى، هذه أيضا كل سنة تسبب لنا كارثة، وقد رأينا في الشهور الماضية كيف انتشرت في مدينة تعز وكانت سببت لنا جائحة كبيرة. الآن ما أعلن عنا أن بيت هايل سيقدمونه من دعم لهيئة مستشفى الثورة أو لمستشفيات أخرى، هو سيلعب دور كبير جدا إن شاء الله تعالى في دعم القطاع الصحي في تعز، وكما حسب معلوماتي بأنه الأجهزة قد تم شحنها وهي في الطريق وستصل إلى خلال الأيام القادمة إن شاء الله. نحن نتمنى سرعة وصولها لأنه جميل. طيب هنا سؤال أخير سيد تيسير، فيما يتعلق بوعي الناس بعد الإعلان عن وجود حالات مؤكدة في تعز، يعني ما مدى وعي الناس بأهمية الوقاية وما مدى الالتزام؟ والله يا أخي هنا طبعا في مدينة تعز بالذات أو بمحافظة تعز بشكل عام، هناك حالة من الوعي يعني لدى المواطن، كون أبناء تعز معروف عنهم أنهم أكثر ثقافة وأكثر تعليما وأكثر تحضرا وتنويرا، وهذا مشهور على تعز. طبعا هناك كان يعني طبعا هناك غالبية عظمى من الناس، يعني كان هناك استجابة للقرارات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المحلية، وأيضا التزام بوسائل الوقاية ومنع التجمعات، إلا أنه يظل مجموعة قليلة من الناس لا زالت مستهترة للأسف الشديد، ولا زال هناك عدم تصديق للأسف الشديد، أنه بعض الناس اليوم يشكك بالحالة التي اكتشفت، وبعضهم من يقول أن الحالة لم تكن تعاني من ليست مصابة بكورونا وإنما تعاني من أمراض أخرى. أنا أقول لهؤلاء جميعا، يا أخي الذي قال أنها مصابة ليس مكتب الصحة والسكان ولا المعاملين في قطاع الصحي بشكل عام، الذي قال هو المختبر المركزي، الجهاز الخاص بالفحص، هو الذي قال أن هذا الشخص مصاب بفيروس كورونا، وهذا يعني أن نحن الآن دخلنا دائرة الخطر، وعلينا جميعا أننا نستشعر المسؤولية ونأخذ بكل الإجراءات الاحترازية التي تمنع تفشي الوباء. جميل. حتى الآن الأمور الحمد لله الأمور مبشرة بخير، لكن أنا أدعو الإخوة الذين لم يصدقوا أو ما زالوا في حالة استهتار، نقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أبناء مدينتكم، بأنه لابد أن يكون هناك نوع من أخذ الأمور بجدية وعدم استهتار. نعم إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر الصحفي تيسير السامعي نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي في تعز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من هناك. وأعود لضيفي من صنعاء الصحفي منصور الجرادي. سيد منصور، يعني كنت قد حدثتني في البداية بأنه هناك كما قلت بأنكم أنشأتم تجمع إعلامي طوعي للتوعية والتثقيف، يعني حدثنا عن الفكرة وما الذي تهدفون إليه من خلال هذا العمل؟ من
من الزملاء الإعلاميين والنخبة حقيقة الفاعلين في الساحة الإعلامية اليمنية، منهم صحفيين ومذيعين ومقدمين برامج. هذه الفكرة ستأتي من واحد أنه علينا مسؤولية اجتماعية كإعلاميين وكنخبة في المجتمع أن نوعي مجتمعنا حول هذه الجائحة ولو بها عموما يعني. وفي واقع الأمر سيكون بإذن الله لنا دور فيما يتعلق يعني دور مضاد للشائعات الحاصلة من ناحية، ومن ناحية أيضا لتبيين الحقائق وللضغط ولتوعية الناس. يا سيدي، هناك جزئية أريد أن أوضحها قبل أن أتحدث بالمزيد عن هذه الفكرة. يعني في هناك هالة خوف الآن الإعلام يمارسها، نعم. إذا يبدو أن الاتصال فقد بالسيد منصور الجرادي، سيحاول الزملاء معاودة الاتصال به مرة أخرى. وأرحب الآن بضيفي من عدن عبر الأقمار الصناعية، الصحفي سينضم إلينا من هناك، الصحفي رضوان فارع. سيد رضوان، أسعد الله مساك بكل خير. ومساك أسعد وجميع المشاهدين. حياك الله رضوان. يعني نتحدث اليوم عن جائحة كورونا والإعلان للأسف عن وجود حالات مؤكدة في أكثر من محافظة يمنية، يعني عدن من وجع إلى آخر، بداية من الوضع الغير مستقر إضافة إلى كارثة الفيضانات والسيول، ومؤخرا يعني وصول كورونا. يعني ما هو الوضع؟ الوضع الذي تعيشه محافظة عدن مأساوي وكارثي. يعني هناك غياب للسلطة في كل اتجاهاتها، غياب للسلطة الحالية التي أعلنت الإدارة الذاتية، غياب تام أو شبه تام للجانب الصحي ممثل بوزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والحكومية، امتد إلى أن حتى الحالات المرضية المصابة بأمراض أخرى ترفض كثير من المستشفيات استقبالها. وإذا قلنا أن احنا أننا نستبعد أو بالإمكان أنهم يتهربون أو من المصابين في فيروس كورونا، لكن الوضع الصحي مأساوي، الخدمات مأساوي، كل الجوانب اللي تعيشه أو المجال اللي تعيشه محافظة عدن كارثي ولا يمكن وصفه في يعني في هذه الحالة، مع انتشار المرض الباعوض، حمى الضنك، الملاريا، المكرفس، يعني مياه، هناك انعدام المياه لا تصل إلى بعض الأحياء، الكهرباء تعمل 3 ساعات تنطفئ أحيانا 6 ساعات، فهذا هو الوضع الذي تعيشه محافظة عدن. طيب يعني رضوان، هناك حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربما يعني لا يعقل، يعني هناك يعلن بعض النشطاء قبل يومين بأنه توفيت خلال 24 ساعة 50 حالة وفاة، وأمس يقولون 20 حالة وفاة. يعني هذه التصريحات تأتي من نشطاء ولا نجد معلومة حقيقية عن الأسباب، وهل فعلا توفيت هذه الحالات خلال 24 ساعة؟ نعم، هناك وفيات عفوا هناك وفيات كثيرة بالنسبة ومبتدع، وهذا يعد لحد الآن هذا العدد ضئيل أو قليل، لأنه لا توجد هناك جهة يفترض أنها تقوم بعمل إحصائية يومية تكون مشرف عليها، يا إما مثلا اللجنة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أو وزارة الصحة، يعني عبر المشافي، عبر الجهات المختصة كل يوم ترفع إحصائية متكاملة بالأعداد. لكن وأعتقد هذا المفروض الذي يمضي، لكن الذي نسمع به أغلب هو من ناشطين ومتطوعين يقومون بعمليات مسح ونزول ميداني إلى المشافي أو في الأحياء، كل يرفع من يعني بحسب ما يصله من معلومات. قد يكون هناك يعني خطأ أو عدم تصويب في عدد المعلومة، يعني عدد المتوفين، لكن هناك فعلا كارثة وهناك ناس يتوفون. سيد رضوان، طبعا بما يخص اللجنة يعني قمنا بالتواصل معها قبل الحلقة، حتى يعني قبل الحلقة بربع ساعة ونحن نكرر التواصل معهم، كل واحد يحولنا على الآخر، ومنذ يومين لم نستطع أن ننسق مع واحد منهم فقط
يطلع ويتحدث للناس ويصف لهم الوضع. يعني في كل الدول هناك فريق متخصص فيما يتعلق بجائحة كورونا يتحدثون عن إحصائيات أولية يوضحون للناس ما الذي يحدث. كيف نفهم هذا التكتم؟ هل هو يعني يعتبر من حس مسؤولية عالية وبالتالي لا يريدون إقلاق الناس، أم أنهم أساساً مشتتين ولا يعرفون ماذا يفعلون؟ طبعاً هذا هو الوضع الطبيعي لعدن. إذا أردت أن تعرف كيف تعيش عدن، كيف تسير مؤسسات الدولة، كيف تسير حياة الناس ومصالحهم، فالنتيجة تتضح لك بالصورة المعكوسة من اللجنة المخولة بمتابعة ومكافحات وتقديم الخدمات والمعلومات بفيروس كورونا على مستوى يفترض أنها تكون هذه ممثلة من وزارة الصحة على مستوى الجمهورية وليس فقط على مستوى عدن، لكن هذا هو الواقع الذي نعيشه. وينعكس هذا الذي شفته أنتم في وزارة الصحة أو في اللجنة على كل الخدمات على كل المؤسسات. فالناس هنا تائهون، يعني لا يعلمون إلى من يمضون، من يستقون المعلومات، كيف يواجهون هذا المرض. فالناس لم تصلهم المعلومة الحقيقية. فكثير من المواطنين، حتى من النخب المثقفة، من الصحفيين، يعني أحيانا هذا يصل حتى الأطباء أنفسهم ينكرون وجود أو انتشار الكورونا في عدن، وذلك لسبب اختلاف وتضارب المعلومات الواردة من المشافي، من وزارة الصحة، من السلطات أو من الجهات المشتتة أو المختلفة داخل البلد وداخل المحافظة في عدن. ونتيجة الصراع، وهذا نتيجة الصراع القائم بين الجهات والأطراف التي تحكم عدن. نعم. فنحن حتى نحن كصحفيين يعني نحاول يعني أمام الشكاوى الكثيرة التي يعني يتم الحديث عنها في كل دولة بنقص أجهزة التنفس الاصطناعي. عندما نتساءل عن الوضع في اليمن بعيدا عن موضوع أجهزة التنفس، الطواقم الطبية تفتقد إلى الكمامات و معدات الوقاية الأساسية، فما بالك بالمواطنين؟ يعني ما هي خيارات الناس أمام هذا الوضع المتدهور؟ والله يا صديقي، نحن أمام مواجهة يعني مع القدر يا ومتوكلين على الله يا، وهذا كلام الكثير يعني، وكل من تجده يقول لك نحن نتوكل على الله إن هذا المرض يعني انتشر وكان سبب لوفاتنا، فلا بل يد حيلة. المشافي إذا كانت المستشفيات تغلق أبوابها أمام مرضى، مريض قلب، مريض يحتاج إلى عملية، أمراض عادية، أصبحوا يعني أصبح المنع ليس فقط على مريض مصاب بالفيروس. نتحدث عن موضوع الكمامات، نتحدث عن موضوع البدلات. هناك قبل شهرين تحدثت وزارة الصحة، تحدث المختصون، تم تشكيل لجنة، تم تشكيل فرق، وتم على أساس أن هناك وصلت بدلات خاصة للأطباء للمستشفيات، لكن للأسف وعلى أساس أنه هناك كان استعداد تام، يعني ولو كان على أدنى الدرجات بالملابس التي تقي الأطباء، لكن في اليوم التي ظهر فيها الفيروس والمرض انعدم كل شيء. المستشفيات أغلقت أبوابها، وزارة الصحة أصبحت مترددة، لم نجد منها معلومات. القائمين أو المختصين أو المسؤولين عن هذا الجانب لا 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 لم نجد أحد. للأسف تم تدريب ممرضين أطباء على إذا يعني تحسبا إذا قبل فترة إذا دخل الفيروس إلى المدينة، لكن في وقت الحاجة لم يجدوا طبيبا، لم يجدوا ممرضا، لم يجدوا مخبريا. وهناك الأطباء يقولوا يتحدثون أنه لا توجد أدوات الوقاية، لا توجد البزات ولا البدلات ولا للأسف. ابقى معي سيد رضوان، سأعود وأكمل حديثي معك، ولكن أذهب لأرحب بضيفي من صنعاء عبر الهاتف، عبد الله خميس، طبيب في مستشفى الثورة. سيد عبد الله مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا بك سيد عبد الله. يعني أمام حالة القلق القائمة في عموم الجمهورية، ما هو الوضع في صنعاء؟ والله الوضع في صنعاء وضع متردي جدا.
من تجهيز صحي للمرضى. ان شاء الله ان شاء الله بسبب الحرب الذي الحرب في اليمن تردي جدا يعني. فالاستعداد ونسأل ونتمنى من وزارة الصحة زيادة الدعم في المستشفيات عشان استعداد كورونا. وزارة الصحة بتعمل الاستعداد بس الاستعداد ضعيف جدا. والحالة مبدئيا حالة خفيفة إن شاء الله نتمنى إن هي الحالة ما تكثرش في الجمهورية أو صنعاء بشكل عام. نعم، لكن سيد عبد الله يعني هل كورونا صارت موجودة في صنعاء ورصدت حالات حتى الآن أم أن الوضع لا زال بخير؟ الوضع لا زال بخير، لا زال بخير، بس اذكر أن في حالة أو حالتين في اشتباه في كورونا لحد الآن ما فيش أي حالات أثبتت فيها. منذ متى حالات الاشتباه يعني كم هي المدة منذ أن أثبتت الحالات المشتبه فيها لحد الآن؟ هي 5 حالات. منذ متى تم الكشف عنها؟ بالنسبة لصنعاء. منذ متى تم الكشف عنها؟ في اشتباه كثير. سيد عبد الله هل تسمعني؟ نعم نعم معك. كنت قد سألتك يعني منذ متى تم الكشف عن الحالات المشتبهة في صنعاء؟ مشتبهة خلال أسبوع أو 5 أيام يعني. حتى الآن لم يتأكد الوضع بأنها مصابة أم لا؟ لم يثبت الحالة أنها من حالة كورونا، بس المشتبه يعني لحد الآن مشتبه فيها أن الحالة اللي هي الآن مستشفى خاص في صنعاء في حجر نعم. صحي حوالي 5 حالات أو 6 حالات يعني. نعم، لكن ما مدى الاستعدادات في صنعاء خصوصا يعني مع أن مراكز المنظمات الدولية متواجدة في صنعاء وربما قد يكون الوضع في صنعاء أفضل من غيرها من المحافظات الأخرى، يعني ما هو الوضع الصحي في صنعاء؟ بالنسبة للاستعداد للمرض لحد الآن استعدادهم من حوالي 2 شهر هم استعداد كامل للمرض كورونا، بس بسبب الحرب في اليمن الاستعداد ضعيف يعني ما في. نعم. أو في استعداد كذا يعني استعداد ضعيف مش كثير جدا. نعم، إذن أشكرك الطبيب عبد الله خميس، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي من عدن الصحفي رضوان فارع. يعني سيد رضوان، هناك حديث أيضا بأنه الكثير من المرضى يصلون إلى أبواب المستشفيات في عدن ولا يسمح لهم بالدخول ويتم إعادتهم من باب المستشفيات، وهناك حالة توفيت بهذا السبب، ما دقة هذه المعلومات؟ نعم، تم إعادة حالات كثيرة بسبب أنها مشتبه بها بحميات أو أمراض، وهذه لم تكن واردة عندما تم الإعلان عن الفيروس. كانت في وقت مبكر أن تقوم المستشفيات في عدن بعدم استقبال المرضى المصابين بحميات وأمراض لم تكن كورونا، لكن تم توفي أطفال، توفي كبار تقريبا قبل شهر أو شهر ونص قبل الإعلان عن دخول أو انتشار الفيروس أو تواجده في عدن، وهذه المعلومات هي دقيقة وتم وتداولها الناشطون وتداولها أولياء أمور المصابين أو من توفوا بسبب رفض المستشفيات استقبالهم طفلة مصابة بالربو، ترفض المستشفيات استقبالها. يعني لا يوجد هناك توجه حقيقي في المستشفيات لاستقبال المريض وتصنيفه إن كان هو مصاب بحمى أو بضنك أو بفيروس أو عنده القلب أو عنده أو مصاب بطلق ناري. الأمور يعني فقط أي مريض يصل بمجرد أنه عنده حمى أو مريض لا يتم استقباله، وأثيرت ضجة في هذا الموضوع، وتم يعني ولا يوجد أي استجابة. للأسف لا يوجد سلطة على المستشفيات، لا من وزارة الصحة لا من ولا من السلطة المحلية ولا من الحكومة ولا من الإدارة الذاتية. هنا كيف لمستشفى أن تغلق أبوابها أمام المرضى؟ لا نتحدث عن المرضى المصابين بكورونا، لكن أمام المرضى الآخرون
المصابون مثلا بالقلب، المصابون بامراض اخرى، الذين يرتادون الى المستشفيات، كيف ترضى او تسمح لانفسها هذه المستشفيات ان تقفل وتغلق ابوابها على المرضى؟ اين يذهبون الى اين يتجهون الى المقابر؟ سيد رضوان، هنا فقط سؤال اخير وباختصار، يعني ما مدى التزام الناس امام هذا الوضع؟ يعني بعد التاكد من وجود حالات كورونا في عدن، ما مدى التزام الناس و يعني القيام باجراءات السلامه بلبس الكمامات، بالالتزام بالمنازل وهذه الاشياء؟ لا يوجد التزام في الشارع ولا في المدينه، يعني لسببين. السبب الاول ان كثير او معظم الناس لم يصدقوا ولم يستوعبوا ان هذا المرض قد دخل الى مدينتهم، ولم يعد يثقون في وزارة الصحة ولا في المستشفيات ولا في أي جهة تتحدث وتصرح أن هناك مصابين، يعني في بعد التأكد من ذلك وبعد تأكيد وزارة الصحة. السبب الآخر، الناس هنا لطبيعة الحال وطبيعة المعيشة والعمل اليومي والاحتكاك لا يستطيعون البقاء في منازلهم. أولا منازل بدون كهرباء، مواطنين يعيشون بالدخل اليومي، الأسواق صعب جدا إنه أن الناس يطبقون هذه الوصفة التباعد الاجتماعي أو الالتزام، فضروري أن الناس تخرج. إضافة أن هناك مشكلة أخرى، يعني عندنا في اليمن الاحتكاك عبر وسائل المواصلات، الأسواق مفتوحة، البضائع في الشوارع، لا يوجد تنظيم ولا ترتيب، وإن كان وجد وهذا الشيء يجب أن تقوم به السلطة من ترتيب وتنظيم وتسيير حياة الناس بشكل صحيح. فالناس هنا عشوائيون، يعني إذا السلطة وضع غائبة، صعب للغاية، يعني نسأل الله الدولة غائبة، السلامة للجميع وأن يلطف بأهل عدن والبلد بأكمله. أشكرك جزيل الشكر سيد رضوان فارع، صحفي يمني، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. شكرا جزيلا لك، ونكتفي مشاهدينا بهذا القدر. وكما تشاهدون مشاهدينا، وضع صحي متدهور، أطقم طبية لا تجد وسائل السلامة الخاصة بها، فكيف بكم أنتم؟ يعني نتمنى منكم أن تلتزموا بوسائل الوقاية، غسل اليدين، البقاء في المنازل لمن لا يمتلك الضرورة للخروج من المنزل. لماذا تخرج؟ يعني هناك من يعيشون على دخلهم اليومي، حتى إذا خرجوا يلتزمون بوسائل الوقاية، ونسأل الله السلامة للجميع. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.